استاذ نبيل، هو اهم سؤال قلت لك انا بالكواليس اول ما عرفوا انه جنابكم ضيوفي، فاول ما قالوا على مشاريع الطرق، وراح نحكي عن مشاريع الطرق، اريد اعرف انه مشاريع الطرق متى ستنجز بالكامل، وما هو المشروع الاقرب للاعلان عن انجازه؟ احنا بدأنا هذه كل المشاريع حقيقة حطينا لها سقوف زمنية ما تتجاوز السنة ونص طبعا، وهي يعني فترة مضغوطة بالإضافة إلى العمل بثلاث شفتات، وأطلقت على شكل مجموعات. يعني احنا بدأنا من إطلاق هذه الحزمة في شهر الثالث في احتفالية أقيمت شهر الثالث من العام الماضي في احتفالية أقيمت في وزارة الإعمار والإسكان، ومن ثم تم إحالة هذه المشاريع في شهر نيسان وشهر آيار، والبدء فيها في بعض هذه المشاريع اعتبارا من شهر السادس صعودا. نلاحظ أنه احنا في كل فترة من هذه الفترات أطلقنا مجموعة من هذه المشاريع. طبعا الهاجس الأكبر اللي كان هو مسألة التعارضات اللي تواجهنا في مثل هذه المشاريع، لذلك بعض المشاريع احتاجنا إلى وقت لإزالة هذه التعارضات. بالتالي احنا يعني ان شاء الله يعني هذا العام هناك العديد من هذه المشاريع التي ستدخل الى الخدمه. يعني اول هذه المشاريع اللي احنا ايضا اعلناه في وقت سابق، انه احنا قلنا في بدايه الربع الاول من عام 2024 عندنا مشروع تقاطع الفنون الجميله، يعني هذا وصل الى مراحل انجاز نعم متقدمه جدا، يعني بعد شهر يفتتح ان شاء الله، يعني تقريبا ان شاء الله، يعني هذا اوشك على انه يكون هو باكورة افتتاح مشاريع فك الاختناقات الجوهرية. بدءا يعني ثم من بدء يعني من منتصف عام 2024 هذه السنة، يعني سنشهد افتتاح باقي المشاريع اتباعا وحسب ما تم يعني الاعلان عنها. اسال سؤالي بطريقة اخرى، سنة 2024 راح تكون نهايتها نهاية آخر مشروع ينجز من المشاريع فك الاختناقات؟ احنا عندنا ثلاث مشاريع مثلا أطلقت في شهر تشرين الثاني أيضا في بحضور دولة رئيس الوزراء، لا هذه يعني أكيد هي ما راح تخلص في 2024، لكن يعني قسم كبير من هذه المشاريع يعني هسه خلينا نذكر أنه راح تخلص القناة، هذا المجسر المجسرين اللي على طريق قناة الجيش من جهة الداخل وجميلة، هذه أكيد يعني إن شاء الله ينجزن هذا السنة. ساحة عدن، ساحة عدن وصنعاء أيضا إن شاء الله ينجزن هذه السنة. شارع مطار المثنى، المشالشية أيضا هنا، يعني هذا المجسر أيضا وصل إلى مراحل إنجاز متقدمة ينجز. قرطبة أيضا هذا واحد من المشاريع اللي ينجز. التقاطع المشن معسكر رشيد أو نعم المشن. تقاطع المشن هذا أيضا يعني إن شاء الله يعني ينجز هذه السنة. قلت لك أكو عندنا بعض المشاريع اللي أطلقت في نهاية هاي السنة، يعني هذا مثل أكيد. مال ساحة الطلائع وجسر جسر غزة، جسر طوبتشي هو جزئين، يعني الجزء اللي يتعلق بالشالشية هذا يعني مشينا به، لكن الجزء الآخر يعني خليني أسأل، راح أقرأ لك الرسالة لأحد الأصدقاء. نعم. مساء الخير، ما تسألهم عن طريق من جسر الدوار مال التاجيات لغاية جسر المصابيح، هاي القطعة وسعوا الشارع وصبوا وقعدوا وسكتوا، وهسه مطر وطيانة وحوادث والطلاب يدوسون بال مدخل بغداد الشمالي يقصد اعتقد اي نعم. هو من التاجيات دوار التاج، احنا المداخل يعني هي توزعت، هذا انا فتت بيه شخصين وانقهرت بصراحه. احنا يعني المداخل قلت لك يعني هي هاي ايضا هي يعني من ضمن المشاريع اللي يعني اخذت الحكومه انه هي تسويها باعتبار انه هي واجهه لبغداد. هذا المدخل حقيقه هو مو على وزارتنا، احنا مدخلين يعني قام بس يعني لابد عندك معلومه استاذ نبيل، يعني اللي اعرف به انه هناك توجيهات لاكمال هذا مسؤولية منو؟ محافظة بغداد هذا المدخل.